بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، هيا خان تحييكم وتقدم لكم نشرة الأخبار. غادر رئيس الوزراء محمد شهباز شريف موتجح إلى باكستان من لندن، وزعيم حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية محمد نواز شريف ترك رئيس الوزراء مع الدعاء وتمنيات الطيبات. ونشرت الوزيرة الفيدرالية للإعلام والإذاعات مريم أورنجزيب مقطع الفيديو الخاص بعودة رئيس الوزراء على تويتر. تربط باكستان والصين علاقات تنسيق استراتيجي وثقة متبادلة على مستوى ستكون مفاهيم مثل الصحة وصناعة وممرات الرقمية والخضروات، جزء عن محمد من الممر الاقتصادي. كتب السفير الصيني نونغ رونغ في مقال خاص أن زيارة رئيس الوزراء شهباز شريف للصين هي فصل جديد في العلاقات الثنائية. تنظر القيادة الصينية إلى العلاقات مع باكستان من منظور استراتيجي وطويل الأمد. اختتمت ورشة عمل الأمن القومي بجامعة الدفاع الوطني في إسلام آباد، والتي استمرت 5 أسابيع بحضور عدد من البرلمان وضباط حكوميين ودبلوماسيين وكبار المسؤولين. وقام الرئيس الدكتور عارف علوي بتوزيع الشهادات على المشاركين، وأشاد بدور جامعة في تنظيم ورشة العمل حول القضايا المتعلقة بالأمن. كان الهدف من ورشة العمل هو فهم البيض الأمنية وخلق وعية أكبر بالأبعاد المختلفة. كما تم تناول العمل القومي والتحديات التي تواجه باكستان في ورشة العمل. قام قائد الجيش العماد قمر جعفر باجوة بزيارة سكنة ملتان وخطب الضباط والنزار. التقى جنرال قمر جعفر باجوة أيضا بجنود تشكيلات الإضراب، عرب أن تقديرها لمهاراتهم المهنية وخدماتهم غير العادية. لدى وصوله إلى سكنة ملتان استقبل قائد القيادة الجنوبية الفريق أختار نواز سأتي قائد الجيش. طلب المجلس راول بندي بمحاكمة لاهور الأولية. تقريرا مفصلا من المفوض راول بندي بشأن إغلاق الطريق أثناء احتجاج تحريك إنصاف باكستان حزب سياسي وتساهل القضايا ميرزا وقاس روف أثناء مقاتبيها. مفهوم راول بندي أن إدارة المتقد اتخذ إجراءات ضد أولئك الذين يقطعون الطريق. ماذا حل فعلت؟ كنتم جالسين في المكاتب والناس قابلون في شوارع. ستعقد الجلسة القادمة للقضايا من 16 نوفمبر. يستمر إرهاب الدولة من قبل الجيش الهندي في كشمير المحتلة. استشهد شاب آخر خلال العملية الأخيرة. وذكرت الخدمات العالمية في كشمير أن قوات الاحتلال استشهدت خلال عملية الحصار وتفتيش في منطقة كبار التابعة لناحية شوبية. كما تجري عمليات أنفة في مناطق متفرقة من المديرات. خلال العملية تعرض الأشخاص بمن فيهم الأطفال والنساء لمضايقات جديدة، وتم تخريب الأدوات المنزلية. عرب محللون وخبرات سياسيون في تصريحاتهم في سرينغر أن أسفهم لإنخراط الهند وإسرائيل في مؤامرات جديدة لتنسيق تكتياكاتهم في الاحتلال غير الشرعي لكشمير وفلسطين. شكرا لمتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thanks for watching and subscribe to our channel.